تزدي بسرعة تزدي هي تفتح الطريق بسرعة بسرعة. راح يسبب لنا مشكلة ازدحام والناس واقفة اريدة فتحة. يعني من هذا الصباح اريدة مفتوح. ايش عندك اليات ديزل الله يخليك. الحقيقة هو حادث، يعني مركبة ثقيلة قاطرة ومقطورة عندما وصلت السيارة إلى تحت الجسر كان القلابي مفتوح، الجزء القلابي بالسيارة مفتوح وارتفاع أعلى من ارتفاع الجسر، صار اصطدام. هسه ليش مفتوح ما أعرف، عطى الفني هو كان يمشي وفاتحة، ألقينا القبض على السائق أودعنا الآن في مركز الشرطة مواليدة 99. القلابي بسبب ارتفاعه ضرب الجسر، حقيقة ضرر الجسر بالكامل، السايدين الذهاب والإياب، انقطع الطريق، جسر يعني سقط بالأرض. الآن استنفرنا الجهد البلدي، سيد مدير بلدية البصرة موجود، أيضا استنفرنا الجهد الخدمي الهندسي، المرور موجود، راح نحاول خلال ساعة وساعتين نفتح الطريق حتى يكون الممر سالك وآمن ذهاب وإياب. حاليا الخطة البديلة من المرور أو خط السير المروري للشارع المقطوع شارع بغداد، أكو بالذهاب بالأياب نقطة بديلة يعني لسلك الطريق البديل لحين فتح الطريق وتأمين الممر، لأنه الآن المرور من تحت الجسر أو في الطريق الذهاب والأياب في موقع الحادث خطر، بعض الأجزاء من الجسر لا زالت لم تسقط وما أريد نجازف بحياة الناس. الحمد لله الحادث لم يسفر عن إصابات، لا توجد خسائر بالأرواح، هذا أهم شيء.